السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جبت لكم وصفة جميلة جدا جدا عن الهالات السوداء والإرهاق اللي تحت العيون. قبل ما أبدأ، لايك وشير سبسكرايب للقناة لو سمحتوا يعني، ولايك للصفحة بتاعتي عشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس. هنبدأ بقى الوصفة عبارة عن زبادي وخيار. انت بتبشر الخيار، ممكن تاخدي ميته او ممكن تاخدي الخيار نفسه تحط عليه الزبادي وتعملي منها كمادات لعيونك. ممكن تستخدميها على بشرتك، بتشد البشرة، هي جميلة جدا لشد البشرة. انتي بتجيبي المناديل وتطبقيها زي ما انتوا شايفين، وبعدين تحطي منديل وتخليه يشرب المية بتاع الزبادي والمية بتاع الخيار والزبادي مع بعضهم. تخلي المنديل يكون كله مية علشان لما تحطيه في التلاجة يسقع تعرفي تحطيه على عيونك، لانك بتعملي منه كمادات لعيونك، وبرضو بشرتك بيبقى جميل جدا. زي ما انتوا شايفين انا حطيت الاربع قطع بحيث ان انا بدل ما بينهم بعد ما احطهم في التلاجة، وبحط انا حطيته على وشي يجي ربع ساعة على عيوني، ربع ساعة او اكتر زي ما انتي تحبي وزي ما هو هيريحك. هي وصفة جميلة جدا. السلام عليكم.